أثابكم الله. تقول في سؤال ثالث: أنا فتاة تزوجت أمي من رجل قبل أبي، وكان متزوجا وله أولاد، وأنجبت أمي منه ولدا واحدا، ثم طلقها زوجها ذلك وبعده تزوجها أبي، فهل يجوز لي أن أكشف أمام إخوان أخي أم لي أن أسلم عليهم فقط؟ لا يجوز لك أن تكشفي لأولاد زوج أبيك، لأولاد زوج أمك. زوج أمك لا يجوز ذلك، لأنهم أجانب منك، فعليك بالاحتجاب. وأما مسألة السلام عليهم بالكلام مع الاحتجاب ومع الاحتشام فلا بأس بذلك.